فمعانا لحمه راس النهارده نستاذن مخرجنا الجميل فاروق. يعني انت بتحب لحمه الراس يا فاروق ولا ايه؟ قول لي. اهي جبتها لك اهي. لحمه الراس هنا لازم المستيكه والحبان والبوكي جرنيه من الخضار، جزر وكرفس وبصل، ناخد وقتنا ونسلقها، ولكن بعد السلق لنا كلام فيها كتير قوي في الحلقه، فانا عشان كده ايه بننوه عن الموضوع. هي المهم بتتسلق. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بصل. عايز اقول لحضراتكم البصل عندنا في مصر طبعا يعني مش عايز اقول ان هو لا يعلى عليه، له طعم تاني. البصل النهارده هيكون هو البطل مع لحمه الراس. انا عامل طاجن لحمه الراس بالبصل، ولكن تعاملنا مع البصل فيه تركايه كده وخبره طهويه، خلينا نشوف نتعامل معاه ازاي. هنشوف مقادير طاجن لحمه الراس بالبصل. معانا لحمه الراس بتستوي على النار، تقريبا استوت. معانا بصل كويزات، ده بيسموه طبعا كويزات، اللي هو البصل الصغير ده، تلاقي واحده صغيره وواحده كبيره، ولكن كله تقريبا في حجم صفار البيضه. ومعانا ثوم ومستكه وشويه بهارات ملح وفلفل، ولان كده كده لحمه الراس مستويه. وما ننساش طبعا حاجه لطيفه قوي على فكره، معلقه من الزبده. دي المقادير، تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي عشان ندخل الطاجن ده في الفرن ونخلص منه. اول حاجه بحط كده معلقه زيت صغيره مع معلقه زبده، معلقه زيت مع معلقه زبده. طب ليه زبده يا شيف مغازي مع ان لحمه الراس دسمه؟ حلو، انا بحب الاسئله اللي بتخلي الواحد تنكشف ده ويجاوب عليها. الزيت والزبده هنا علشان يسيح المستكه، ولكن وجود الزبده يا شيف مغازي علشان تحمير البصل الكويزات بسرعه، يتحمر معايا من غير ما يتحرق. ادي معلقه الزبده زي الفل، وننزل بالبصل بتاعنا ده كده. الاول المستكه فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي. مستكه مع بصل، ما اقولكش بقى. انا دايما بحب استخدام المستكه ولكن بكميه قليله، تدي طعم حلو، والمستكه مفيده بتنشط الذاكره. الله الله على شويه الزبده مع الزيت. ننزل بالبصل بتاعنا ده كده. بسيب البصل ده يتحمر. نسيبه ايه يا شيف؟ يتحمر. ننساه شويه. ده بصل وزبده ومعلقه زيت صغيره ومستكه. ونجيب لحمه الراس ننشلها. يعني ايه ننشلها؟ يعني ناخدها في طبق جانبي كده ونتعامل معاها. كسرولة كده، اللهم صل على النبي. ونيجي هنا ناخد لحمه الراس. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بناخد لحمه الراس يفضل ان احنا نخليها. يعني ايه يا شيف؟ يعني نشيل العظم منها شويه وتبقى مخليه وحلوه كده علشان ما تاخدش حيز كبير من الطاجن. الله، انا بقى بحب حته لحمه الراس اللي هي الناعمه، الواحد بياكلها كده بيحسها زي الموزه. بتحبها دي يا فاروق؟ طبعا انا عارف اللي فيها عظم، هي كده كده ثابت من العظم. بسم الله ما شاء الله، بتغلي من على النار من بدري وتروح للجزء. يعني مش لازم نعمل الراس كلها، يعني احنا ممكن نجيبها ذبحنا بنقسمها على الجيران والحبايب ونخلي لنا احنا كيلو منها كده حلو، وتغيير يعني مش كل يوم هناكل لحمه راس. من العيد للعيد ممكن، اكله مفضله الكل بيحبها مفيش مشكله. عندي شويه شوربه حلوين عايزهم دلوقتي، خلي بالكم الشوربه دي حلوه قوي، ممكن تستخدميها في البشاميل بتاعك، ممكن تستخدميها في شويه طاجن باميه باللحمه الضاني، يعني زي ما انت عايزه. بس المعلومه دي مهمه جدا على فكره، اذا عندك شوربه لحمه راس زي ديت بص عليها كده، واحنا متوصيين بها كده كده بوكي جارنيه وتوابل وبهارات. شفت الشوربه دول حلوين على فكره؟ عد على اصابع ايدك العشره كده لسان العصفور بالشوربه دي، حلو قوي. طاجن باميه بالشوربه دي، البشاميل ده يشارك معانا بالشوربه دي، ممكن نعمل كمان صينيه بطاطس بالشوربه دي، يعني الشوربه دي موجوده، شويه رقاق بالشوربه دي. الشوربه دي خليها عندك كده، حتى لو خلصتي ممكن تبرديها وتحطها في الثلاجه تستخدميها وقت ما نحب. يا رب الله عليك يا استاذ رحاب، نعمل بيها احلى شويه كشك صعيدي. تحيه كبيره لكل اهل الصعيد، الناس الطيبين من مزبيرو من هنا. طبعا احنا بنعمل الاكلات دي كلها اكلات مصريه اصيله. نشوف البصل اخباره ايه. اللهم صل على النبي. شايفين لونه اتغير ازاي بسرعه؟ خد لون تاني خالص، ده اللي انا بدور عليه. وشميت ريحه بصل حلو، وعلى فكره عينك مش هتدمع. حلو قوي. نمسك اللحم بتاعنا ده كده بقى. ايه الاخبار دي؟ ايه مش عايزها؟ بس خلاص، هي دي عظميه واحده. ربنا يكرمك يا مشاهد. حلو قوي. هناخد لحم الراس كده نسقطه على البصل.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. طاجن لحمة راس بالبصل، مش عايز اقول لكم. ونقلبه بالراحة كده معلقة خشبية. بهاراتك يا شيف، البهارات احنا حطيناها مع اللحم. ايه دي؟ تعملي ايه هنا؟ مش عايزك. هناكل البصل ونسيب لحمة الراس. بناخد شوية شوربة من اللي بتغلى عندنا دي هنا اهي. الشوربة معانا. بناخد منها شوية. على فكرة الشوربة ديت أنا متوصي بيها قوي، فيها حبهان، فيها مستكة، فيها جوزة الطيب، وفيها كمان قرفة عشان الزفارة. الله 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 عليك يا عم الشيف. واسيبها تغلي بقى. الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. واخلي البشاميل ده على جنب. طاجن عندي زي ده كده. بس دايما الشيف المغازي بيضيف لمساته، حضراتكم عارفين طبعا. معانا فلفل الوان هنا. عشان ليه الالوان؟ علشان الاطفال الصغيرين دايما بيعترضوا على الحاجات، فلما يلاقوا الوان في طاجن زي ده كده اعتقد ان هم ايه هياكلوا منها. فلفل احمر بناخد كده جزء، وفلفل اصفر بناخد جزء، وفلفل اخضر بناخد جزء. حلو. وبنقطعهم كده علشان نزين بهم الطاجن ده كده بعد ما نغرفها في الطاجن. الاطفال الصغيرين بيحبوا اللون والالوان الجميله على السفره حتى لو كانت لحمه راس. حاجه سهله وبسيطه. عروسه جديده مثلا بتروح تاكل لحمه راس عند ماما وعند حماتك، ربنا يخليها لك. ممكن تعملها لاولادك النهارده تبقى لطيفه، وفرصه ان احنا نعملها تبقى حلوه. اهو زي الفل. ابدا ان انا اغرفها بقى في الطاجن، مفيش اي مشكله. اهو ده لما يسيبه كله مع بعضه. بهاراتنا مظبوطه زي الفل. خلي بالك اهو، طاجن لحمه الراس بالبصل الكويزات. عينيه اهو. ممكن على فكره لو عندك لسان حطيه معاها، عندك حلويات الخروف حطي معاها، زي ما انت عايز. خلي البصل هو سيد الموقف هنا. اللهم صل على النبي. شويه دول كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هندخلها الفرن مع بعضها كلها كده. حاجات لطيفة وحلوة ومناسبة حلوة، وتخش كده تفرد عضلاتك جوه المطبخ وتقول لهم بقول لكم ايه بقى، لحمة الراس مش هاكلها عند حماتي وبس، لا انا عاملة لكم النهاردة لحمة راس. ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ ده نعناع اخضر. والفلفل الملون ده كده اهو، ده على لمسة. يمكن الكبار مش هيحبوا الموضوع ده، كبار عايزين اللحمه كده مع البصل، ولكن عشان الاطفال الحلوين ياكلوا منها. دايما لما نعمل الاكل بتاعنا على السفره نراعي في الاعتبار في اطفال حلوين، هم ما ذنبهمش حاجه ان احنا بنحب لحمه الراس او الكوارع او الحاجات العكاوي والحاجات دي كلها، ولكن ممكن نقدمها بشكل لطيف زي اللي احنا شايفينه ده كده تبقى حلو. درجه حراره الفرن عندك كام يا عم الشيف؟ 180 200 مفيش اي مشكله. السؤال لمخرجنا دايما الجميل اللي بيجي عند الفرن، الطاجن الحلو ده اللي فيه كل حاجه حلوه والوانه الحلوه، الله عليك الله عليك، سيب مهنه الاخراج ونمارس مهنه الطبخ. ايه رايك يا فاروق؟ درجه حراره الفرن 180، معانا هنا لحمه راس مع بصل كويزات من خير ارضنا، تشكيله من الفلفل الالوان عشان الاطفال الحلوين يتقبلوا لحمه الراس. هنروح على الفرن بتاعنا نفتحه ونشوف الدنيا عامله هنا. اللهم صل على النبي. لحمه الراس نطلعها، طاجن اهي زي الفل. مخرجنا عايز يبص عليها. انت شكلك كده يا فاروق تشتغل من ورايا، بيسال اسئله. بيسال اسئله بتؤهله انه يكون شيف. يعني هو الاخراج مش جايب ثمنه ولا ايه؟ خليك معاك، خلي بالك. بص بقى الحلاوه هنا، بص هنا ودلعني. لحمه الراس مع بصل كويزات، حلو قوي. حلقه النهارده ثالث يوم العيد، كل عام وحضراتكم بخير. كنت حريص، في اطفال حلوين عندنا، في كبار السن في ضيوفنا الحلوين.
طبعا ربنا يديهم الصحه ويخلوهم لينا يا رب. عملنا لهم النهارده مكرونه بالبشاميل علشان تعجبهم، لطيفه وجميله. عملنا لهم طاجن لحمه الراس بالبصل الكويزات، جميل ولطيف. وحطينا له فلفل الوان عشان الاطفال يحبوه. عملنا كمان سلطه لطيفه وجميله بتتكلم مصري ولغه مصريه ولغه الريف المصري والصعيد المصري، الجرجير بتاعنا بتاع خير ارضنا، مع بصل من خير ارضنا. الشيف المغازي ترجمه لطبق بيتكلم مصري لطيف وحلو مع زيت زيتون وتوم وبتكنيك عالي وخبره طهويه لطيفه. العصير بتاع النهارده سموزي البطيخ بالايس كريم، ايس كريم فانيليا مانجا اللي موجود عندك مفيش مشكله، مع البطيخ هيدي طعم لطيف وجميل. واستغل وجود البطيخ نقدر نستغله في كل حاجه حلوه. رؤيه فن ابداع، كل عام وحضراتكم بخير. بنشوفه يوميا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.